دائما ما نشتاق لسباقات القدرة بتحدث بعض فترة استراحة، لكن حتى في فترة الاستراحة بندخل على السوشيال ميديا ونشوف أهل القدرة ماذا يفعلون، وكان كل همهم هو مهرجان صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وانطلاقة هذا المهرجان. الاسطبلات الخاصة مشغولة، اسطبلات أصحاب السمو الشيوخ مشغولين، وطبعا أكبر المضغوطين فعلا هم كلا الكفتين، لكن انت تفكر هو مين مضغوط اكثر؟ اعتقد اسطبلات الشيوخ، لان كم السباقات الموجوده في المهرجانات عامه بتكون خاصه مع نهايه الموسم بتكون صعبه، صعبه الخيارات، صعبه التشكيله، لكن في النهايه ياتي كل اسطبل بافضل ما لديه ويؤدي ايضا بافضل ما لديه سواء من خطه او من تكتيك. اليوم انطلق المهرجان بسباق السيدات، وكانت البداية مش عارفة هل تعتقد أن هي هادئة، هل كانت بداية تحمل المفاجآت، هل كانت بداية تعطينا لمحة عن القادم؟ أيا كان هذا القادم، سواء العبء سيكون في كأس الأفراس أم في السباق الرئيسي، بحس أن كل سباق على حدة في حد ذاته عبء، عبء أنك تأدي وعبء أكبر أنك تفوز، لكن في النهاية لو أديت ولم تفز فعملت اللي عليك، لو فزت وأديت فطبعا أنت ظفرت بالكأس. في كلا الحالتين مسلط الأضواء على من أدى، من لم يؤدي، ومن فاز وظفر بالكأس. 4 أيام من سباقات المهرجان هتكون كده. انتظرونا مشاهدينا في تغطيتنا اليومية بعد السباقات مباشرة. أهلا بكم في هذه الانطلاقة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. هنتعرف على مسار الخطة اليوم وما هي محاور الحديث. سنلتقي أيضا بالمحللين نتعرف على رأيهم في سباق الافتتاحية وكيف هو يعطي مؤشر للقادم أيضا من سباقات، فأهلا بكم. مهرجان فارس العرب محمد بن راشد ينطلق بسباق السيدات في يومه الأول. المرحلة الثانية بعد مهدين، لأن السباق 120 فلازم نحافظ على خيولنا عشان نقدر نوصلهم. في الخطة لهذا اليوم سنناقش إمكانية اختراق المرشحين والفوز بإحدى الألقاب في المهرجان. صحيح السلام، ما بيفوز بالحظ يخسر بالحظ. وعلى كرسي الاعتراف ماذا قيل عن الاسطبلات الريادية وأدائها هذا الموسم؟ كل بوكس في الاسطبل لو قلت لي 100 اسطبل عنده 100 بوكس بيكون في 100 بطل صراحة، لأن M7 ما يدخل أي خيل في الاسطبل. ماذا قيل عن اسطبلات F3 قبل وأن تعتلي منصة اليوم الأول وتفوز بالسباق؟ F3 ما يفكرون، ها ينفذون ينفذون. عارفين احنا بعد السباقات خاصة انا حاسة ان هذا الموسم توزيعة السباقات الكبرى جدا كانت مناسبة، وبالتالي بعد كل سباق كبير او بعد كل مهرجان نقيم الاداء لانه بيعطينا نظرة على القادم. مثلا كأس رئيس الدولة بيعطينا نظرة عن ما هو متوقع في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسباق 160 تحديدا، وبالتالي هيكون معانا في حلقة اليوم مقسمينها لفقرتين، الفقرة الأولى الحديث عن سباق اليوم، والفقرة الثانية الحديث عن رؤية توزيعة السباقات ومن بالإمكان، هل هيكون في سيطرة، هل هيكون في احتكار، من يمكن وأن يؤدي خاصة في سباق 160، وبالتالي نتحدث عن الاسطبلات الريادية والاسطبلات الأخرى من واقع أدائها في كأس صاحب السمو رئيس الدولة. مرحب بالمحللين اليوم. عمير يا جماعة بصراحة ملتزم، جي بدري بس هنبدأ تحية عمير. لين عمير؟ يا مرحبا سماحة، مسي عليك ومسي على أخوي سيف وأخوي حسن ومسي على أخواننا المشاهدين، ونقول لهم بداية المهرجان إن شاء الله استمتع في هالمحفل الغالي على الجميع. لو نهاية موسم بنودع في الموسم، لكن بعد محفل غالي على الجميع. خلص الموسم بسرعة، مر سماح كل سباق غير سباق، صح؟ حفوز ومنافسة
تنوع المنافسين هذا اللي نترياه كل سباق عن سباق غيره. تعرفين أنا دايما بيشغلني سؤال، هم المدربين بيعرفوا يناموا؟ يعني هو من سباق لسباق بيعرف ينام في فترة ما بين السباق والسباق؟ أسأل السؤال لسيف. أهلين سيف. أمس عليك سماح، ومس على أخوي براكان، ومس على أبو حمدان، ومس على المشاهدين خلف الشاشات، ونقول أعتقد نحن ما نعرف ننام بس أبو حمدان يعرف ينام. إيش معنى هو؟ لأنه ما يشارك في كل السباقات. اليوم أنا تمنيت على فكرة الضفة اليمين اللي عندنا كانت والله فاضية. العظيم فاضية، بس عبد الله الحمادي اكتسحها، تحس حتى الخيول اللي مش مشاركة جابها كده وملا المكان فعلا. وعلى فكرة أنا أكلم عبد الله الحمادي أقول له يعني ما شاء الله جايب كمية أمس هذا يقول لي لا سيف أنا كنت حاط 8 بس بعضهن ما وصلن. قلت له كيف شو صاير؟ قال له بعضهن اللي قدرت أجيبن هذه اللي بعضهن ما قدرن يوصلن. يعني ما شاء الله بعده عنده يعني استعداد أو عنده إمكانية أنه يشارك فيهم. على فكرة عبد الله الحمادي خد مكان في يعني في جهة أبو ظبي، خد مكان الوثبة وخد مكان ليف العين وعمير واكتسح المكان، بس ما شاء الله يعني شكرا على الحضور في الأول والأخير. بيناموا حسن هم؟ هذه والله هي مثل ما قال سيف، عمير يمكن شوي لكن سيف بير عليه التعب. لا والله من الصدق. شوفي أمس مخلصين مخلصين سماح، والله مخلصين أمس في الون ستار والثمانين عندنا خيل. ألاحظ الضفة دائما عمير قريب منه بس ما نشوفه لا في البوذيب لا نشوفه هنا. عشان شي أقول لك أنا حصدنا أن الريال الحمد لله بتشوفينه في الفرسات وبتشوفينه في 160. هذا مجهز أنا أعتقد هذا هو أكيد الهدوء الذي يسبق العاصفة بيم اللي عندنا الضفة اليمين على اكمل وجه. دي بقى شويه انت اتخره شويه، ها سيبوا له هو المكان ده. ان شاء الله اكون اروح احجز لك المكان بسطل الماي وكده زي بطولات العالم. لا زي سطل لا لا تبشين وايد مال الاشياء ما بلغش. لا مش داعي للبلغ. اليوم فتشتي وكان الوضع مش مستتب. زين اوبا ناوي يفضحك فلا تبشين هالاشياء. تعال تريقي ويانا. اوكي انتوا محضرين لي ريوق. خلاص خلاص اوكي. طبعا ببعت لك رساله عشان الدايت وكده عايزه. اهلا بكم اذا مشاهدينا، نتكلم عن الانطلاقه بالسباق السيدات. كان في مفاجات ولا ما فيش مفاجات؟ ايه رايك حسن؟ سماح المفاجاه هي ان السباق بدايته هادي، يعني كخيول كنا متوقعين ان في خيول نعم اسماء معروفه خيول ابطال مشاركه اسطبلات كبيره مشاركه، لكن إذا المفاجأة هدوء السباق. ما توقعنا أن السباق بيروح هذا، وبالعكس هذا هو الصح بالنسبة للأجواء اللي هي أجواء السباق. لكن العادة سماح نحن كنا نشوف حد لو أن بخيل يغامر، لكن اللي شفناه عبد الله خميس بس اللي هو كان شوي رايح وحصان يمكن ما سعفه شوي يعني أنه يستمر أكثر، لكن الاسطبلات اللي يعني اللي عليها الترشيح أبرز الخيول المرشحة كانت رايحة بالجروب بهدوء. عندي سؤال كده بيوسوسني أسأله لعمير قبل ما نطلع ونشوف في التقرير الخاص بالسباق، لو رجع الزمن بيك لورا شوية باللي أنت شفته في سباق اليوم كنت تشارك؟ والله سماح في وايد سباقات مفروض اني انا صراحه انا اشارك. لا لا السباق ده بالظروف اللي حصلت فيه بالسرعات صراحه نعم سماح، لكن سماح انا العدد عندي قليل فما يسعفني اذا بشارك السباق وفرط سباق جاي، او ممكن اني اجيب حصان يعني مثلا من اللي بنافس فيه السباقات الجايه اقدم حصان. السباق سماح انطلق نمشي يمشون 26 في الريل، ف يعني حلو السباق كان ممتع ممتع يعني بتشوف فيه اشياء في المراحل الاخيره يشدك انك تشارك في هالسباقات صراحه. خلينا نشوف التقرير العام الذي يروي المراحل حتى المرحله الثالثه، لان الرابعه دائما خلاص هي الفيصل ويحتكم فيها الجميع لخط النهايه. نشوف ماذا قيل عن سباق اليوم والافتتاحيه بسباق السيدات. جاءت كافة الترشيحات محيرة في سباق السيدات بحيث لم تترك المجال لخيل بأن يكون صاحب التصويت الأعلى. صحيح
صحيح لامار بأدائها في كأس اليمامة تصدرت الترشيحات، لكن الفارق لم يكن كبير بينها وبين بقية المرشحين. جاء أيضا لامبورغيني لاستبلاط إمار أم في الترشيحات، لكن السؤال الذي كان محير لماذا تم تفضيل لامبورغيني وهو لم يقدم أي أداء قوي منذ عام 2019 على خيل تكريم باريستا العائد للتو بأداء قوي من مهرجان محمد بن زايد في سباق نفس الفئة للسيدات. خيول M7 خيول طيبة، كل مرشحات تقريبا. لا بيكون الفوز إن شاء الله اليوم ما بيكون يعني جديد فائز جديد، بيكون الفوز إن شاء الله عند مسافر توقعه، إلا بيكون منافس الوحيد له في طريق هذا. أكيد في كل سباق فيها سامي قوية ومرشحة تكون في السباق، لكن يعني أمسي في مرشح قوي يعني كاس كبير يعني أنه بيكون له خيول طيب متواجدة يعني. كل شيء تتوقع، ما في شيء بسمو كبير اليوم، كله في توقعات وكل شيء يصير يعني. لا ممكن يفوز حصان ومرشح، بعدين هذا ماراثون. لا ما نقدر نرشح خيل على خيل لأن كلهن خيل بطلة وعندها إنجازات. لامار فرس بطلة، أفثري عندها خيل بطلة، مارم عندها خيل بطلة، كلهم يعني ما نستبعدهم من الترشيح. وما تعلم ظروف السباق، أنت حد يجيب خيل جاهز وهذا وما تعلم ظروف الرئيس. أنا بشير مع لامار نعم في أمسك أرشح نفسي. أنا عندي أربعة اليوم، في اثنين بيكون في المقدمة إن شاء الله ونصيب عند الله. إذا لامبورغيني وباريستا بروح مع باريستا لأن باريستا مركز السنة ومؤدي، لكن إسماعيل ما نستبعد من يعني ترشيحات. لامبورغيني وخيول مار ما يستهان فيهن، أبطال كلهن أبطال، لكن كما ترشيح بيكون أنا بصير مع مسفن وفي ثري ومارم بيكون طبعا في صدمة منافسة التوب ثري. أنا قلت كل الخيل الموجود اليوم جاي هنا تكون المركز الأول، ما تعرفي من اللي حصان اللي بيفوز واللي مش مرشح ما تعرفي. وبالتالي وضعت الترشيحات الجماهيرية ضغوطات على الأسماء السابقة وجعلت السباق شبه مفتوح أمام الجميع، واحتكموا في النهاية كلهم للمراحل الأربع. لم يكن معروف من سيفرض سيطرته مبكرا مع بدء السباق، عامل الهجوم المبكر بقدر ما هو مربك للآخرين بقدر ما يكون فخ للمبادر، لأن خسائره قد لا تكون مضمونة عند الفحص، وبالتالي تأملنا المرحلة الأولى بحذر في انتظار وقت المبادرة. عدم وجود قوة عددية من الأبطال المعروفين في الاستبلاط، فقد اتضح أن المنتصف الأول من المرحلة كان هادئ وخلا قريبا من المبادرات. بعدم وجود عنصر الهجوم المبكر كانت الأوراق حتى الآن مخبأة، وبدأ أن الكفة لن تميل إلا بعد الفحص حيث ستكشف خبايا هذه الخيول. المرحلة الأولى لم تكن غير نقطة البداية التي لم تكن سوى محاولة لتجنب أي نهايات مبكرة، وبدأ أن أفضل حال أن ننتظر حتى عودتهم إلى القرية. سأبدأ معكم في القرية ببعض الخسائر. بلنتي لاستبلاط جميرة، لكنهم كانوا في أمان بوجودهم في المركز السادس بفارق دقيقة و37 ثانية،
وحصان آخر ليجند بفارق 40 ثانية، وبالتالي كان البلنتي مجرد تحثر بسيط. أما الريف أشعب فخسر ثنائية كان من الممكن وأن تكون سند قوي مع خيلهم الآخر الموجود بفارق دقيقة وثمانية وعشرين ثانية. من خارج المرشحين تواجدت في مجموعة المقدمة إعمار وسيح السلم بخيلين، وبعد أداء سيح السلم في بوذيب قد يبحث سالم السبوسي عن أضواء القرية هنا هو وجمعة بن حليسة. اللقاءات التي أجريناها حدثتنا عن السرعة وعن من أمسك بزمام الأمور، وبقدر ما اتضح أن M7 باسط لسيطرته عددياً إلا أن الآخرين لن يسلموا للوضع الحالي. لكن من هو الأقرب لتعكير صفو المرشحين؟ المرحلة الثانية قد تكشف عن بعض الأوراق. والله سرعات مرحلة زينة، صارت انطلاقة هادية، السرعة تتراوح ما بين 27 و 28. كانت المرحلة الأولى هادية تقريبا، سرعات between 28 شوي زادوا ل 30، بس ما في سرعات خيالية، والطقس بيساعد الجو منيح. سرعات هادية الحمد لله، بس في بعض الخيول كانت يارا البيس مثل خيلي يعني كان شارد. أنا بصراحة سويت قابلة أنه كان خيلي متنرفز شوية وهدى يعني جداً. الجروب اللي وراي اللي ورانا هم كانوا متحكمين في البسمه، نحن كنا متقدمين شوي. M7 اتوقع احنا كانوا بالليد شوي، اجت فتره F3 كانوا، بس موستلي M7. M7 هو اللي مبادر كان في البيس ومحافظ على بيسه. الحصان طبيعته ما يحب يكون في جروب وما يحب يكون في الخلف، دائما احب يكون قدام. جدا جدا كان المرحله كانت هاديه جدا، والله فيها حذر وفيها هدوء في نفس الوقت. في المرحلة الثانية عددية M7 تجعلها أمام خيارين، فك شمل الاسطبلات التي معه أو أنه يحتفظ بحصاده ويجعل الفحص كفيلا بهم، لكنه بذلك سيدخل في عنصر المخاطرة. تكتل M7 مربك لF3، لكن وجود حليفتها اسطبلات جميرة يجعل وجود خمسة خيول كمجموع في حد ذاته هو الآخر مربك لM7. أما اسطبلات MRM فكانت موجودة بفارق 3 دقائق، وكان عليهم أن يقلصوها وإلا كانوا أول من سيخرج من الترشيح. مع الوصول للقرية وبعد التبريد وبعد مرحلة الفحص بدأ أن المرحلة أصبحت مختلطة الأوراق. أخذ اسطبلات جميرة المركز الأول والثامن بفارق 41 ثانية. برزت أيضا اسطبلات البوادي المركز الخامس بفارق 34 ثانية. أما سيح السلم ففارق الدقيقة لم يكن ليبعدها عن المرشحين. البوادي، جميرة وسيح السلم هما أكثر البارزين حتى الآن، وثلاث دقائق قابلة للتقليص من اسطبلات المغاوير والريف عجبان. الخسائر بين المرشحين كانت بلنتي لM7 وخروج واحد من خيولهم المرشحة، فبالتالي بقي لهم 4 خيول في التوب 10. أما المكتسبات بين المرشحين فكانت تقليص MRM لفارق 3 دقائق، فأصبحت من جديد في دائرة الضوء، وبالتالي ستضغط بما لديها على M7 وF3 التي بقي الوضع بها على ما هو عليه. السرعة تقريباً كانت 30-29 والأداء يعني أوكي. سير المرحلة الثانية أهدى عن المرحلة الأولى، واليوم يعني كسباق بنات المرحلة الثانية بعد مهدين، لأن السباق 120 فلازم نحافظ على خيولنا عشان نقدر
نوصلهم. أنا كنت في آخر جروب أتوقع طالع، فنحن كنا أكثر عن الطبل تقريبا 5 خيول، وكنا نمشي سرعة عادية 23-24. الخيل اللي في الرأس كان 25-26. هالحصان أول مرة أركبه، هو العام أركب ويا بالعاشر مع فريق الأولاد، وهالسنة أول مرة يركب. جميرة وفثري ممكن أشوفهم مسيطرين يعني على أخذوا المركز يعني وشي. وأحس أم سفن يمكن يتقدم. لين آخر دقيقة ما ترمين تحكمين، لأن الخيل فجأة تتغير في التراك. أنا أرشح أمرم وأفثري وأم سفن. أحس كل مدرب ولا تكتيكه، في مدربين يدزون من البداية، في مدربين يعودون خيولهم على نهاية المرحلة الثالثة أو بداية المرحلة الرابعة أو حتى عند الريل بيدزون خيولهم آخر شيء، ما تعرفين قدرات الخيل. كلنا مع بعض، كلنا مع بعض، نحب فريق بنات أمارم كلنا كنا مع بعض. كان الشد العام للمرحلة عبارة عن عدد كبير من الخيول، الوصول للثالثة معناه أن لا تركز فقط على المرشحين بل وأن يعمل 1000 حساب للآخرين الذين ذكرناهم من خارج الدائرة. قرب انتهاء الموسم معناه أن كل اسطبل ليس لديه ما يخسره لكي يبقى هنا في المقدمة. وسط سرعة تزيد وسرعة يتم الحفاظ عليها، كنا نراقب المرحلة لنرى من سيتغلب عليه عامل الطقس الحار جدا في المرحلة الثالثة. مع العودة للقرية أخذت أستمع للآراء التي قيلت، من زاد من السرعة أم سفن، أم سفن، ومن ممكن وأن يهدد المرشحين. عندك البراري، عندك سيح السلم، صعب. أنا أقول المرشحين هم اللي أخطر ناس، بس بقول. ومع المرور من الفحص الاسطبلات التي كانت خارج الدائرة، كنا نعرف أن الخروج للمرحلة الرابعة سيكون ممتع، لأن العدد سيضمن تقديم منافسة تجعل السباق فعلا ممتع، وقد كان. سيخرج للمرحلة الأخيرة 15 خيل، يفصل بينهم خط النهاية في المرحلة الرابعة. لحد الآن اللي قابضين البيس أم سبن، عندهم 3 خيول هم اللي ماسكين البيس من بدين المرحلة الثانية والثالثة. هم اللي بادر في السرعة أم سفن، من بعده بيكون اف 3 اللي يعني ما بيخلي أم سفن، هم بعد نفس الشيء كانوا ما مخلين أم سفن عشان يقدرون يعني يجارونهم في آخر مرحلة بتكون. أنا ما أقدر أحتم على الخيل، بس اللي نعرفه أكثر 5 طبلات في المجموعة، كل خيل يبدي عن الثاني، يقول كل واحد يقول أنا خيل. أعتقد الجميرة عندها خيل قوية وممتازة، أنا أشوف الأقرب الجميرة. إذا بنتكلم عن سيح السلم وجميرة، نتائجهم زينة ثنيناتهم بصراحة، وخيولهم زينة. إذا أنت عندك خيل تتغامر على واحد صعب، إذا عندك خيلين 3 يفرق عنك. لا، دائما عندك السيح السلم والجميرة يعطونك طابع نكاهة، يعني طابع حلو في السباق. أنت اليوم إذا متوحد في السباقات كلها، مثلا إذا أمسفن أو أفثري ما لها طعم، عندك البراري، عندك السيح السلم، هذيلا دائما هم يعطوننا طابع أو نكهة طيبة وحلوة في المنافسة، وشعور المنافسة صح. والله احنا نباح يطلعون من هالاسطبلات، الحمد لله ما شاء الله عليهم، وهذا ترك يعني المرحلة الأخيرة هو اللي يحكم، وأنا أظن أن المرحلة الأخيرة بيكون سرعة جنونية.
ملخص عن أحداث المراحل الأربع في سباق اليوم. وهبدأ الحديث مع المحللين، مين كانت التشكيلة الأقوى على الورق؟ من قبل السباق سماح، أنا عن نفسي حسمت المركز الأول حق الفترين من ناحية أسامي اللي أبوه حق هذا السباق. أخيل شفناها هذا الموسم لها حضور، مثلا حصان ركبالي شفناها الموسم هذا منافس مرتين. أنت من الحصان من الخيول اللي أنت بترشحها لما بتشوف اسمها؟ نعم سماح. الحصان دائما ما يفرط بعد، يطيح لك خامس رابع ثالث يعني، بس القلب اللي ما سحفه في السباقات طافت كمرحلة أخيرة. وكلها خيول عندنا 27 و28 وأبرج عالي سماح. والحصان هذا بعد حتى العام مركض أداء طيب، واللي قبله بعد كذلك، فهذا الحصان سماح يعني كان على القائمة. وعندهم الخيول الثانية اللي مشاركة بعد حصلنا شاركت الموسم هذا ولها أداء طيب. يعني أنت شايف على الورق أقوى تشكيلة كانت F3؟ نعم. سيف؟ شوي سماح، نحن داينا على الأسامي الأقوى والتشكيلة الأقوى، F3 ما حد يختلف فيها. نحن شفنا الأسامي اللي موجودة عند مسفن، شوي الأسامي مش معروفة وخيل مركضة بس مجرد مركضة. خاطرة ام 7 بوجود عدم وجود اسماء معروفه يعني حتى خامس رابع. شو يا سماحه، دائما نحن خاصه في المهرجانات الكبيره متعودين على اسامي الرنانه، الاسامي اللي دائما تشوف لها باع كبير او ان لها هالسنه الموسم، وخاصه الحين نهايه الموسم دائما نهايه الموسم تكون اقل شيء هذا الحصان سوى له نتيجه او نافس او يكون له بصمه كبيره اذا يلف في الوثبه او في دبي. دائما نحن متعودين على الشيء، بس انا دائما رحت كفتي على اف 3 لان الاسامي الرنانه، ومثل ما قال اخوي عمير وكباني هذا حصان يسوي لك من الباب للباب وقريب 35 يعني. هذا كان يفصله بس مش مسعفنا القلب. ليه التصويت كان لبريستا اكثر من ركابيلي؟ الجمهور حب الجمهور صح، وحصان مؤدي قبل سماح لكن كواقع اوراق ركبالي. لكن إذا حتى نسألتيني أنا بروح مع بريستا من الواقع اللي شفته على الحصان في محمد بن زايد. سباق السيدات أدى أداء طيب، الحصان ركبالي عنده أداء وعنده اشتراكات جدا إيجابية على أرضية سيح سلم، لكن المرحلة الأخيرة ما تسعفه. كشكل من العصر كان يعني أكثر الناس رشحت بريستا، وحتى أنا من الناس هذه، لكن أوراق بروح مع ركبالي. حسن تفهم معهم ولا تختلف؟ سماحك أسامي ما حد يختلف عليهن، أسامي الف 3 عندهم أسامي اللي هي القديم الأسامي المعروفة. أمسفن شاركوا يمكن بخيل اللي شفنا لها ظهور هالسنة لمار الفرس فيه. نعم هي هذه الوحيدة اللي يعني لها مشاركة قريبة وكانت حاصلة على المركز الثالث تقريبا، فهي هذه اللي تقدر أنها تلفت الانتباه أنها هي من تكون أبرز المرشحين. عندك تفسير طب ليه M7 ما دعمتش حظوظها بأكثر من خيل؟ خلصوا هل شايلينهم للسباق الرئيسي موزعينهم للأفراس يعني؟ شوفي سماح، الأسامي الجديدة يمكن لهم حكمة فيها يعني وجودها، نحن تعودنا منهم وخصوصا الاسطبلات الكبيرة هذه سماح، لو أن اسم جديد لكنه يؤدي عندهم. فمو بشرط لها، لكن أعتقد أن التركيز كله رايح على اليوم الرئيسي. مخاطرة لازم سمح، مخاطرة لو تساقطت منك الأوراق في السباقات الثانية وجيت على اليوم الرئيسي، لأن يعني الخصم بيبقى جاي منتعش يعني بالفوز. لمار أدت في الفرسات صح وصح، كانت مفروض تروح لليمامة. عرفت كيف؟ ونشوفها تشارك في اليمامة إذا هي عدت، لكنها مش مخاطر أنهم بعد ضحوا بخيل هذه ودوها بعد هني في السباق هذا يشوفونها. هذا كرت من كروتهم يعتبر. أنا لو أي واحد بيقول لك لا بخليها دم أنها عدت في الفرسات برجعها في الفرسات. تشكيلة MRM كانت محيرة كمان يعني صح؟ شوفي يعني حطينا علامة استفهام على ممكن M7 نحط علامة استفهام استفهامين على MRM. خلونا بس نكون واضحين شوي. أنا شوف تركيز MRM أكثر شيء في الوثبة بالأسامي اللي موجودة دائما، نحن ما نقول، بس أنا اللي أشوفها بالأسامي الرنانة اللي دائما تتواجد في الوثبة. هني ممكن إسماعيل يركز وممكن عنده عدد خيل، بس مش نفس الوثبة. الوثبة لا يجيك بكل قوته بكل حلته بكل أوراقه موجودة في الوثبة خاصة. هني ممكن شوي، بس أنا متأكد لا عنده في الفرسات بيكون أو في الـ 160 هذا لعبته MRM
ممكن اليوم حتى أنا شوفي نكون صافين وواضحين. نحن قبل الاستديو كنا نتكلم عن الأوزان. اليوم الأوزان أنت عندك بنات ولا قصور في الباقيات؟ نحن دائما نشوف يعني يمكن أكثر الوزن موجودة إمارة، الثانيين ممكن تكون شوية بس بحكم اللي نحن نشوفه ممكن أكيد تركيزه كله في الفرسات، وتركيزه بيكون في الـ 160 له بصمة كبيرة، وهو لعبته إسماعيل في الـ 160 أنا متأكد أنه بيكون ما يفرط من المنصة. سماح لا تنسين أنك أنت الحين في آخر موسم، عرفتي كيف؟ فاللي عنده لحظة بس أنا آخر الموسم وعارف من أول الموسم أن عندي مهرجان الشيخ محمد بن راشد. ها مش حجة؟ لا الحجة ما نقول أنها حجة يعني أنها خلاص قاطعة مهرجان محمد بن راشد. صح سماح، لكن نحن شو المشكلة عندنا الحين؟ شو المشكلة؟ المشكلة الحين في القرارات الجديدة هاي سماح، مهرجان ورا مهرجان وفي نفس الوقت الريست بيريد. مش كنا بريد عارفين ده من أول الموسم؟ يعرفون سماح، بس في خيل تتعطل، في خيل يعني أنت تكون حاطة خلاص أنا عراس منها من أول الموسم، هذا بيروح المهرجان خلال الفترة هاي انصاب قبل يوصل المهرجان. فأنت رأيك إن حصل شيء؟ أيوة تدارك، حاول تدارك. أنا ما نحط العذر سماح، لكن نقول خلاص نهاية الموسم تحصلين يعني خلاص، يقول الحين كم بطل عندي بقي، كم خيل صاحي، شو أبابة الرئيسي، عرفتي كيف؟ خلني أجرب الخيول الجديدة، خلني أدز خيول جديدة في على الأقل في سباق البنات، ونحن ما نقلل من أهميته، لكن خلني أحط خيل في جديد على وزن شوي يخف، وكن الكل معروف عن سباق البنات أنه بيروح بسرعة عالية، فخلني أفضل أنه إذا كان في وزن شوي أقل خلني أحطه على سباق البنات أساس إذا راح بسرعة عالية يقدر يساعد خيل، وخصوصا إذا كان جديد. ما سمح يعني كأسامي خيل من الصبل للمارم، المارم صراحة أنا أتفق مع أخوي سيف، السنة غير تكتيكه كامل، الخيول اللي العام أنجزت كان أداءها جدا إيجابي على أرضية سيح سلم، انتقل بها على أرضية الوثبة سمح. اللي السنة حصل عنده هني بعض التجارب، حاول اكتشافات الخيل، فاليوم هو أكثر الخيل يبنى في خيول مؤدية قبل مثلا حصان لامبرجيني، يعني الكل يعرف الحصان هذا حصان طيب وحصان له منافسات، لكن بقية التشكيلة يعني سماح لازم تتنبش في خيلك الموجودة. فكان إسماعيل واضح في سباق اليوم يحاول أنه يأخذ المركز الأول وينبش في نفس الوقت عشان يطلع بطل حق الموسم اللي جاي، لأن سماح الرست بيريد مثل ما ذكر أخوي حسن ما يسمح لك أنك تشارك اليوم، قبل كان 21 يوم حين تضيف 7 أيام على 19 يوم، كان 19 يوم تضيف 7 أيام يستوي سماح 26 يوم تقريبا شهر، إحنا موسمنا كامل 4 شهور، فيدوب الحصان يشارك فيه سباق سباقين، وإذا لا سمح الله تعطل إصابة راح. أما كصبل مسبن صحيح إن كنا إحنا نبغى نشوف مثلا الحصان أكرم، كل الناس كانت تتوقع وجود أكرم ووجود السيل، أغلب أكثر الخيلين مرشحات لسباق اليوم من صبل مسبن، لكن خلي هذا المايو. هل تعتقد راحوا للمية 160؟ ما أتوقع، ما تتوقع؟ أتوقع أن إن شاء الله المدرب شاف فيهم شيء إنه ما بيقدرون يطلعون بالطريقة الإيجابية اللي طلعوا فيها في السباق اللي طاف، بينتقل فيهم لسباق آخر ولا موسم ثاني. لكن سمح الخيول اللي طالع فيهم عندك بامبو الحصان جاي يعني مركز ثالث، عندك حصان عنتر هذا منتقل من اسطبلات النصر 2 إلى اسطبل M7، حصان اليوم بعد كان ملفت. ففي خيول، أنت شايف إن في خيول اكتشافات؟ اكتشافات سمح. الاسطبل اللي كان فارق اسطبل الفتري، بس أنا هقول لك على شيء، خيول اكتشافات في سباق ظروفه اليوم كانت هادية، حسيت إن الخيول الاكتشاف استعرضت عضلاتها سواء عند إسماعيل أو عند M7؟ نعم استعرضوا عضلاتها. نعم سماح كانت موجودة للمرحلة الأخيرة، فبنشوفها نحن معاكم اللي موجود المرحلة الأخيرة سماح. كلنا اتفقنا إن المرحلة الأولى أو السباق كان غالب عليه طابع الهدوء كامل سماح كمرحلة أنا أولى، أنا قلت الثانية هيحصل فيها شيء، ما توقعت أنا وايد. أنت توقعت فين هيحصل شيء؟ قلت الثالثة، هيستنوا للثالثة، قلت أنا بشوف الثالثة شو بيحصل فيها، توقعت أنه بيستوي فيها تفكك كبير يعني المرحلة الثالثة. بغوير كنتوا معاهم؟ سماح نحن أول ما انطلقنا أنا بروحي استغربت، أنا يعني عندي الخيلين هذيلة يعني حاط لها الليمت يمشين عليها على 28 اللي وين يوصلن يوصلن، أنا شفت من بدينا 5 كيلو وأنا معاهم، أنا قلت بروحي شو اللي صاير، أنا مشينا 28 هل إن أنا صح أو هم اللي صح، بس هذا المشي انا كان يعني اكثر شيء مستانس عليه، لان انت دائما يعطونك فيها يعني
حظ أو نصيب تكون أنت بعدك في المجموعة الأولى يعني في المراحل الأولى الثانية والثالثة تكون معها. شايفين شكل المرحلة المقدمة في الثانية؟ أول مرة أنا أشوف مجموعة كبيرة وتمشي من أول انطلاقة لين نهاية الانطلاقة هذه يعني من ما عرفناه إلا هذه المرة يعني في خاصة في سباق البنات. أنت تشوفي يعني ما في كل بالهدوء واللي ماسك زموم الأمور أمسفن أبد يعني F3 ما حاول يعني حتى أو يتحرش أو أني يقدم خيلين أو لا 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 كان كلهم راضين وعارفين أن بعدها بتصير يمكن مناوشات أو أن بتصير يشوفون شو اللي بيصير. حتى عبد الله خميس ما طلبوه يعني تخيل أنت عبد الله خميس من بعد نص المرحلة بدأ يفرق عنهم وايد ولا طلبوه ولا شيء بالعكس أنه كانوا ماشيين بهدوء. عندي سؤال وهي سؤال عن الأخطاء. ما هي الأخطاء التي حدثت؟ يعني أنت لو تلخص لي أخطاء السباق كل واحد يقول لي خطأين شافهم في السباق. سماح يعني خطأ كبير على الصبل أنا ما أتوقع يعني أنا عن نفسي يعني يعني لو كان حصل كان ساعد أنه كان يكون في مكان أفضل أو في نتيجة أفضل. شوفي أنا عن نفسي سماح أنا كنت صراحة متوقع اللي بيمسك البيس بيكون F3 صراحة سماح. لكن أول مرحلة ثاني مرحلة ثالث مرحلة كنت أتوقع بيكون خطر عليه اللي هو يسوي إنه يالس مهدي هادي. الساعة هي هادي وتكتل عددي من M7 عدد M7 عدد الاستبلات كلها سماح يعني استوى عدد وايد كبير سماح في المجموعة. فاللي أنا كنت أشوفه يعني ممكن F3 مفروض كان شوية البيس هذا يزيدونه لكن لما بنرجع حق الخط النهاية بنشوف اللي سووه يا لمصلحتهم هو الصح يا لمصلحتهم. لكن انا عن نفسي يعني بالامس قالوا عمير اذا انت تفكر في سباق قلت انا يعطوني بس هذا الحصان ركبالي ما بحصان ثاني بس ابغى ركبالي ما بخلي السباق يمشي على كيفه. التيمينج اللي حصل مع جميره يمكن هو مساعد F3 على التكتل العددي ايضا ما في شك سماح هذا كلهم فريق واحد كلهم فريق واحد وهذا يعني نشوف الخيول هاي تنتقل من الجميره الى F3 ومن F3 الى جميره هذا يعتبرون فريق واحد ما في شك. لكن الهدوء سماح يعني اللي ما يخليك يعني تعرف شو بترشح من الخيل يعني أول مرة يا سماح يعني نشوف أنت كتل الخيل بالطريقة هذه وما توقعنا يعني شفنا المرحلة الثانية قلنا لا يمكن شوي بيزيدون لا جماعة تموا بهدوءهم وبالعكس يعني يمكن شوي نقصت السرعة أكثر فتوقعنا أن حد يبادر شفنا معدلات ريكفري الخيول كلها تفحص في دقيقة ونص هذا شيء يعني بالنسبة لنا يعني أن الخيل كلها دل على أن الخيل كلها رايحة عليه يعني على أريحية مع بعض. في خيل عجبك في التراك؟ خليني بس أتكلم عن الأخطاء البسيطة. أنت عندك؟ عندي. اليوم يعني ممكن أمسفن هي اللي كانت تقود السباق اللي استفادت F3 اللي أنا أشوفها. يعني أنت شايف قيادة M7 كانت خطأ؟ مش خطأ ما عندهم خيل كواليتي اللي هم يعرفونه. دائما إحنا لو نرجع بالسباقات الأولية كان الضغط اللي صاير من أول لوب. يضغطون F3 أو الجميرة أو حتى البراري كان الضغط حق الجميع كامل هي هذه اللي تعطيك يعني المحتوى الأكثر أو إن اللي يصمد في ثالث لوب أو في ثالث لوب هو اللي بعده موجود عندهم في يعني في الجروب هذا اللي يمكن بسيط يمكن الخطأ بس أنا أعتقد إن كانت من صالح الجميع كانت هذه أكثر اللي سواه M7 يخدم M7 بمعنى سماح M7 مش اللي يوم عطوا القياده حق M7 هو اكثر شخص كان مستفيد استبل M7 كيف مش على القدرات اللي خيله محتاجتها فبتشوفين المرحله الاخيره ما في خيل استنزف عنده طلع يعني لو خيل جديده ما شاركت يعني عنده حصان اليوم مش منافس على ارضيه الدوله لكن سماح الحصان هذا حفظ عمره ما طلب منه اكثر عن اللازم البيس اللي مشان مش بيس خرافي لو رجعنا حق السباقات أو حتى نفس السباق هذا الموسم اللي طاف بشوفين فيه سرعات أكثر كمرحلة أولى سماح ما حد سجل في الأوراق 30 السباقات اللي طافت كل العامية والشيوخ يسجلون في السباقات كمرحلة أولى 30 الحصان اليوم مشى الخيول أغلبها مشت بيس محافظ على الخيل البيس لما حطوه مع الصابل M7 ما مشى وما غامر وما سوى شيء ما تحتاجه خيله مشى بالبيس اللي خيله تباه وهذا الشيء اللي سواه يعني مصلحته 100% فاستبل هذا ما اتوقع انه يعني مشى في شيء عكس اللي هو يحتاجه اللي كان مفروض يعني انا بالنسبه لي انا
أن فثريه يضغط عليه. عنده خيل مش مدربة على أرضيات دولة، عنده خيل بضغط عليه بخلي استنزافي عليه. ما أطلع بهالكم معايا للرابعة، ما بتريا الرابعة، أنا أتكلم قبل بنثرهم. هذه الخيل بضغطها يعني بخليها التجربة عليها تكون صعبة، ما بخليها سهلة. لكن بعد أنا ما بلوم تخطيطهم، تخطيطهم في النهاية بلهم مركز أول وثاني ورابع وخامس. نعم إيه؟ فلكن أنا قلت يعني هذا اللي الفريق الثاني كان لازم يسوي عليه، لكن هو مش بطريقة إيجابية، والفريق الثاني الاثنين طلعوا بطريقة إيجابية صح. بس أنا أعتقد حتى بعد سماح يعني عامل الجو، تكلم أخوي حسن أول البرنامج يا أخي، حتى عامل الجو اليوم مش يعني مش سهل إنك أنت تروح ببيس عالي. لكن سيف أنت شفت صح، لو عامل جو صح صح يأخذون دقيقة قلبهم 52، يأخذون دقيقة قلبهم 47. خلاص مش واضح إن عامل الجو مأثر عليهم. الخيل ناضية، الخيل فرش ما شاء الله، يعني سماح يأخذ دقيقة قلبها 50، لو مسوي سرعة أكثر بيأخذ كم دقيقة قلب 64. أنا ما عندي مشكلة، لكن ضغط عليه عصيف حصى 64. الخيل اللي عطت طابع أنها وايد ما شاء الله جاهزة، فأنا هذا قصدي يعني. حتى استاب الجميرة كان بعد شغال، لكن سماح أنا اللي شفته في الترك فثري كان شغال على خيله، مركز على خيله، وبالأخص خليفة وعلي مركز على خيله، وجميرة أبوهم بعد كان مركز على خيله. المواقع كانت مختلفة، ما حد خدم على الثاني. بنشوفها كمرحلة ثالثة سماح، القيادة عند مسفن صح، ومسفن مشت على خيلها، مشت على خيلها بالضبط. شوفي سماح حينها هاي خيول جميرة، شوفي شوفين خيول مسفن. أنا صراحة يوم كنت أضع خيول مسفن كان أغلب الضغط على الحصان اللي جاي مركز ثاني اللي هو بامبو. هذا اللي كان ماسك زمام الأمور عندهم، لكن يطلع في المقدمة عنتر يعطيك طابع إيجابي إنه في الحصان عنده مخزون. في حصان الجري عندهم اللي هو كان رقم 78 مرة واحدة بس طلع عن الدرع، عطى أن الحصان مخزونه وايد كبير. فمن خيل مسفن أنا كمرحلة ثالثة رشحت هذا الحصان الجري. من خيل الفتري كان اللي فارق بالنسبة لي برسته، الحصان هذا الحصان كان فارق سماح من المرحلة الثانية. شو اللي خلاه فارق سماح؟ الحصان فحصه إيجابي، الحصان شفنا مخزونه فيه على أرضية الوثبة. الوثبة كان سماح خلص سباق مسوي المرحلة الأخيرة 35 وبعده عنده طاقة. فاليوم كان أصلا حتى مغاير عن هذاك السباق جايب حلة أفضل، فهذا اللي كان يشكل خطر على المجموعة. فأنا قلت يعني السباق مرحلة أخيرة ما تقدر تجزم إن هذا بيسبق، أنا قبل السباق أجزم، لكن باللي حصل ما تقدر تجزم. عمر أم حاولت تقلص الفارق، يمكن كان عندها مشكلة في 3 دقائق في المرحلة الأولى وابتدت تضغط إن هي تقلص الفارق، وفعلا أصبحت معاهم. لفت نظرك حد من خيول عمر أم؟ يعني قلت هيكون شوفي لا، إذا لفت نظري بيكون النظر كامل في الخيل المجموعة. أنا شفت اللوب الأول كانوا هم متأخرين، يمكن في الجروب الثاني يمشون نفسنا 27-28، أعتقد صارت لهم حدث بسيط من أول ما انطلقوا الخمسة كيلو. عندهم في رقم 31 حصان الفارسة صار لها شوي مشكلة، بعد وقفوا الحصان ويمكن كملوا فيه. اللي صار اللوب الثاني طلبوا في الجروب الأول خلاص إن الفارق شافوا 3 دقائق أو 2 دقيقة وشوي، من أول ما طلعوا لحقوا يعني تقريبا في الخمسة كيلو 6 كيلو خلاص صفوا معهم. هذا يستنزف لك خيل. أنا متأكد أن هاي يعني خطة مدرب، والخطة المدرب أعتقد أنها مشت. اللي لفتني من خيل أم آرم، تعرفين أنت كلها خيلة متقاربة مع بعض، مستواها متقارب، يعني مستواها دائما متقاربة مع بعض. ويمكن المرشح الوحيد اللي 31 هذا الحصان اللي دائما يعول عليه أكثر أخوي إسماعيل. هدوء تام، حتى الثالثة كانت هدوء، هدوء سماح أبدا. أنا يعني هالمرحلة كنت أقول إن بيستوي فيها لازم بيكون فيها سرعة. يعني توقعت لازم بيستوي سرعة، مثلا حتى الصبل المسفن سماح يضغط هني كان. فقلت حتى في الحزام الأخضر يمكن يضغط، يمكن عنده خيول ما شاء الله قلبها جد يعني إيجابي تفحص زين، ما بيخلي المجموعة تطلع بهالطريقة. الريف والمغاوير حاولوا يكونوا موجودين، ويمكن هنتكلم كمان على سيح السلم. يعني إحنا لو هنتكلم عن المتواجدين البوادي الريف البوادي وسيح سلم في المجموعة المتقدمة. الريف والمغاوير من المرحلة الأولى مخلين عمارهم 2 دقيقة عن المجموعة ومحافظين على الموقع هذا. ليه؟ سماح هم حتى أنتوا عندكم عبد الله أخاطر شوية. نعم سماح أنا أتوقع، والسؤال بتسألي لهم إياه،
انا اتوقع ان هم الجماعه كانوا ماشيين على بيس خيلهم، ما توقعوا ان المجموعه بتتم حافظة على نفس سرعتهم. اي صح، المجموعه ترى كانت هم استنوا ان المجموعه تهدي من سرعتها. لا، هم توقعوا المجموعه تمشي اكثر انزين، فهم يكونوا محافظين على خيلهم. بيستوي غربله في القريه، في بيستوي اشياء سمح بتساعد تعطيهم نقاط ايجابيه. فعلا نحن كنا نتريى الاغلاط اللي قدام. اي اغلاط اللي هتحصل تشوفي سماح، انت عندك مع مخزون خيلك، انت عارف كم مستواها، مستواها نحن نكون يعني شوي يعني واقعيين. مخزون خيلي انا بتمشي 28 في كل لوب، انا اعتقد هذا عندي الماكسيمم اللي حاطنه وراسمنا على خيلي. ممكن اخوي عبد الله شوي كانت عنده خيل، نحن شفناها في اللوب الاخير، ممكن انا ما بسبق الاحداث، كانت عنده مخزون احسن من خيلي، يعني كان ممكن شويه. نعم، انا لومت عبد الله حتى في المرحله الاخيره، انا قلت له اذا عندي خيل نفس هاي الخيل، خاصه الفرس اللي موجوده عندهم يعني جت في المركز ال14 هذه، انا لازم اكون معاهم من بدايه يمكن حتى من ثاني مرحله اذا انا اعرفها وتفحص بهالطريقه. قال لي اكتشاف اليوم اللي صار عندنا اكتشاف طيب، وان شاء الله انه هل يعني هالشيء انه بتكون معاهم في السباقات الثانيه. والله يا سمح شو بقول لك، يعني ايه الخيط اللي انت مسكته في المرحله الثالثه؟ الهدوء سمح، الهدوء، يعني خلاص انا الحين حصرت عمرك حصرت عمرك انك بتطلع مرحله اخيره على فروقات يعني خطوه خيل وقلب خيل. العدد التكدس اللي شفناه خلاص، يعني خلاص اوضح للجميع ان خلاص المرحله الاخيره بتكون الحين شو بيفرق منها، يفرق منها خطوه الخيل او يعني خبره الخيل وتحمله. اعتقد سماح الشباب اللي خفوا على خيولهم المرحله الثالثه حطوا في بالهم ان بتكون في مرحله اخيره، ومرحله اخيره سريعه جدا. انت مصور المرحله الاولى صح سماح؟ هاي الثالثه. لا تكتل اللي موجود مش سهل. ما شاء الله فعلا هذه مرحلة تقول ما شاء الله الأولى. شوفي أول مرة مثلا على دقيقة دقيقة ونصف حصات خير. صح صح، وعلى فكرة كل الاسطبلات عندك، البراري موجود عندك، سح السلم عندك، الجميرة اف 3 ام 7 يعني سماح الشيخ، احنا شفنا الخيول هذه أول ما خلصت المرحلة الثالثة خيول يعني احنا كنا تعبانين من الحر لين 23 سماح، لين رقم 23 كان فرق دقيقتين و39 يعني ولا شيء لين مرحله 20 خيل؟ ايه تقريبا مو بشويه هذا، وكل الفحصات في دقيقه وما شاء الله مش على الحافه ولا بلنتيات. ما شفنا بلنتيات صراحه يعني كالعاده اللي نشوف واحد يعني في اللوب الثاني اللي صار البلنتيات شوي من عند الجميره فما ينطرح حتى البلنتيات، فمعناته ان الخيل سماح ما شاء الله مخزونه ايجابي. سماح احيانا هاي السباقات الاوليه تعطي المدرب طابع ايجابي ورياحيه حق السباقات الجايه بانتقاله، يعني اليوم المدربين شافوا على الوضع الحار على الجو هذا عطى الخيل هذا المؤشر الايجابي، يقولون يعني احنا السباقات الجايه لازم شويه نرفع الرتم عشان نخفف او انه بتكون ثقه اكبر في خيلهم، بالاخص المدربين اللي ركضوا في سباق اليوم. هم تعطيهم طابع ايجابي وثقه اكثر سماح، لان جايينهم سباقات كبيره. مين من المدربين اللي احنا شايفينهم مع بعض كان اداؤه ثابت في سباق اليوم؟ ببدا بغانم وسلمان، وسالم ما قصر، تراجع شويه في المرحله الاخيره احصان. ايه رايك؟ فعلا معاه نفس الترتيب. نعم، الجميرة اليوم مبدع وعنده مش خيل ولا خيلين. بعدها يعني يصير عند اخوي سلمان، يعني سلمان ما قصر، بيض الله وجهه، خيلين. ولين اخر مرحله على فكره، لين اخر مرحله هو نفس الشيء في الرمق، وما قصر مدرب سالم يافور. سالم يافور صار من بعد ابو ذيب صار يبدع على فكره، يعني حتى حصان انا شايفه احتفالات. اخبار نعم. خيمه السعاده هي لسه موجوده؟ موجوده موجوده. لسه موجوده؟ موجوده. ما بيصوروش فيها ليه؟ لا احتفالات سريه سماح. انتوا خلاص دخلتوا في احتفالات؟ انت عضو لسه في الخيمه؟ موجود الحمد لله. أوكي. بس سماح الامور بعدها في جائحه كورونا شوي، الاوضاع لازم فحوصات وهالاشياء. اوكي بتدخلوا الخيمه فحوصات؟ لازم سماح. أوكي. ما تدخل لا فحوصات مش صارمه يعني. على فكره انت 14 يوم اللي موجودين في خيمه السعاده الموسم دوت الحظ ماشي معاهم. الحمد لله. لعب معاهم الحظ يعني. صح 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 صحيح. مين ناقص في الخيمه تتمنى له الحظ يلعب؟ ما حد، كلهم خذوا السنه خلاص. كلهم كلهم كلهم. طب وبتعزموا كان اخر واحد يحيى وخذ امس مركز ثالث يستاهل وخلاص الكل خذ نصيبه.
طب حسن يلا نروح الخيمه شويه نقعد فيها نعمل حاجه اي حاجه. غلط سماح كنبينا حط كده ايه الخيمه بدل خيمه السعاده بقى اسمها خيمه الحظ. لا بس سماح شوفي هاي الخيمه دائما انت في خيمه مين يا لا انا كنت في خيمه حسنين بس خلاص الحين مدربين خلاص هتسيب خلاص رحت الحين ابو ظبي في ابو ظبي خلاص بعيده علي وايد اعزموه شويه هنا في السباقات طيب. كده عارف ايه طيب. انا ما ادري تواقيتهم لو ادري تواقيتهم بهجم عليهم دوم يعزموني انا هجيب لك التواقيت عشان عايزينك انت ايوه انا بعرف التواقيت بس وكم يوم على الفحص 14 يوم نفس ندخل دبي ونرجع ولا كيف هم عندهم يمكن فحص غير جرين باس جرين باس بس خلاص 14 يوم بعرف وشكل بطي سيف هو الواقف عند الباب يفحص لا بحسه جديد شوية لا 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 ما عندك برا انت ادخل ما رسمي 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 يا صح لازم. ما شاء الله ما شاء الله نشوف مع بعض المرحلة الرابعة ونبتدي نتكلم على المرحلة الرابعة سماح طلعنا المرحلة الرابعة مثل ما قلت لك احنا في خيول نشوفها زينة لكن خلاص السباق يعني انحصر سماح انحصر على الحصان اللي عنده خبرة على الحصان اللي انت تتوقع بس 15 خيل طالعين للرابعة مش 15 سماح 22 خيل يعني دقيقتين انا ما اعتقدش كان ممكن يعمل حاجه انت كنت تعتقد بدقيقتين ممكن خلص الفارق سماح لكن استنزاف سماح مرحله 20 كيلو لازم يعني فممكن يعني تقريبا ايه نعم تقدر ما بدت ناريه سماح المرحله الى ان سماح تكتلت مجموعه فثري كان عندهم الحصان اللي شويه متاخر تقريبا دقيقه كان اتجار لما لحق اتجار على المجموعه سماح هنا انت قلت خلاص خلاص الحين اشتغلوا اشتغلوا سماح يجربون عارفين خيلهم كل مرة يستخدمون حصان إلى أن سماح يحاولون قد ما يقدرون يستنزفون الموجودين فأول حصان أتوقع استخدموه بارودر في المجموعة لما لحق الحصان أتجار سماح مشوا بيس بعده معقول يعني مشوا على سرعة آخر 30 31 30 مشوا على هاي السرعة سماح هاي السرعة بعده تسمح اللي يقدر يلحق يقدر يلحق لكن في نفس الوقت ما تتكلم لي أنت عن 10 خيول معك عن مجموعة ومش اسطبل ولا اثنين ولا ثلاث متكتلات الاسطبلات فالتكتل هذا اللي حاصل سماح ما تقدر تجزم ان هذا الحصان يقدر يفوز والله المنظر منظر مرحلة أولى يعني أنا شك عارف عمال أشوفها أتأكد فسماح المجموعة هاي سماح نحن كنا نتريى في أي لحظة أي لحظة تستوي السرعة دبل السرعة الموجودة يعني بيرتفع الرتم يوصل 35 من بداية المرحلة من جيت من يعني من تكتل الخيل من لما الفريق اللي يشوف عمره مستعد للانطلاقة ينطلق خلاص ينطلق امسابن حافظ بأمانة بادر هو مسك زوان أمور لكن مشى بالبيس اللي خيله تتجمع ومرتاحة فيه وهذا البيس اللي كان مشى عليه من المرحلة الأولى ومحافظ عليه الخيول الثانية ستتجمع تتجمع الخيل سماح إلى أن مسك زمام الأمور لحصان بارودر مسك زمام الأمور لحصان بارودر سماح ضغطه الفثري خلاص قالت انا عندي الحين 4 خيول لا سوري 5 خيول مع فاقور وفاقور حصان ما يستهان فيه حصان سابق على ارضيه السيح السلم ماخذ كاس ولي العهد هذا سماح مش المرحله الاخيره هذا السبوع ممكن تدونا المرحله الاخيره عشان انتم ودينا المرحله الغلط سماح الحين اذا تشوف السرعات يعني في الخيل بالنسبه للمرحله الاخيره مثل ما قال اخوي عمير السرعات تدبلت المرحلة الأخيرة تدبل يعني عمر يمكن 34 شفنا 35 في خير مسوي 36 في خير صحيح. مسوي 37 مرحلة أخيرة طالع براكان ليه المركز الأربعين ليه المركز سوري 14 31 31 30 يعني الخيل المركز من الأول إلى الـ14 يعني كل سرعات فوق 30 شوف لامار في ام 7 مسوي المرحلة الأخيرة 38 مش شوية مو بشويه وشوف هني بعد هني عندك خيل جميره اللي هو براكان 31 السادس اللي 31 السرعه البوكس اللي قبل الاخير نعم هاي التايم المرحله الاخيره فمثل ما تشوف براكان اكثر الخيل مسويه سرعات المرحله الاخيره فوق ال 30 سمح تكلم عن 14 حصان صح لو اللي فرق سمح في كل سباقات اللي احنا نشوفها 3 خيول 4 خيول بيسوي لك فوق ال 30 ماكسيمم 8 ماكسيمم نقول 8 ماكسيمم نقول 10 تتكلم لي 14 مسوي واللي بعد ال 14 بس ما قصروا كلهم مسوين قرب ال 30 29 28 هذا يعتبر يعني سباق مش اللي حصل المرحله الاخيره شيء ناري سمح ما تقدر تجزم لكن خلاص فتري اشتغلت خلينا نشوف المرحله الاخيره عارفين من الريل
من دخول الريل ولا حابين نشوفوها من قبل كده؟ من قبل ريل سماحه من قبل كورنر. اوكي حضروا لنا المرحله الاخيره من الكورنر او من قبل الكورنر شويه، خلونا نشوفها مع بعض لان فيها ابتدى يكون فعلا الفيصل الضغط بدا سماح من بعد القرن. من نزلوا سماح من انتصفت المرحله بدا الضغط، الضغط بدا من استقبل فتري، فتري اللي خلاص الانتحاري كان صح. ومثل ما قلت لك هو كان محافظ غير بدا، بعد ما انتقل من بارودر بدا حط ركبالي. ركبالي كلنا نعرف الحصان هذا من باب الباب يقدر يسوي سرعه يعني جنونيه من باب الباب، ما عنده الامتار الاخيره لكن من باب الباب يكون خرافي. فما بيخلي حصان ما دام مسك زمام الامور، انا شفته مسك زمام الامور قلت الله يعين الموجودين. خلاص اللي يقدر يتمسك يتمسك لان سماح بيمشي سرعه مشكله الخيل توالم. هنا انت قلت خلاص، انا قلت خلاص بدا الضغط ما دام حطوا هذا الحصان، قلت لا خلاص بدا يعني الموضوع وايد سيريس انه خلاص يبون يتخلصون باسرع وقت ما دام مسهل الحصان. سيف انت قلت مين؟ ها لا انا من اول ما بدت والمرحله الاخيره انا رشحت الفثري بعدها، وشفت المجموعه اللي صايره مجموعه متكتله وشفت الخيل الاسامي الرنانه اللي موجوده واعرفها هاي ركضت الخيل في هالسنه وكانت لها نتائج كبيره ونتائج وسرعات هايله في المرحله الاخيره. انا من نكست ونزله ومن النزله عرفت ان اف 3 ما بيخلي القياده عند ام 7 ولا اي استبل، بالعكس هم اللي كانوا يبادرون وهم اللي كانوا يخلقون السرعه. السرعه اليوم نحن نزلنا فيها تقريبا ل 33 و34 و35 مش بسيطه جدا، وخاصه اللي باقي يمكن تقريبا 7 كيلو. 7 كيلو هذه في خيول بعضها ما تقدر تروح فوق ال 35 او 31 لان تستنزف اكثر. الخيول اللي شفناها يعني لوكابالي وهذه الخيل وايد هذه يعني عندها السرعه يعني عاديه وبسيطه جدا، تقدر انها تستنزف وتقدر انها تمارس السرعه هذه وبكل اريحيه. ممكن الضغط اللي صار موجود عند ام 7 في 3 ضغط ام 7 لان الخيل بعدها مش يعني مش معروفه عند ام 7 ولا معروفه عندنا تقريبا نحن بالضبط، يعني حق المشاهدين مش معروفه عشان تي الاف 3 هو اللي ضغط وهو اللي بادر. شفنا نحن السرعات المرحله الاخيره كثيره، حتى انت المرحله لين المركز ال 14 مسوي 31 تقريبا وشوي، 31 مش بسيطه اي خيل يسويها، حتى انت يعني موجوده 20 كيلو هذه 20 كيلو وانت وصلت للمرحله الاخيره يعني تقريبا 119 كيلو هذا 119 من شويه، وعندك انت لين الريل انت بعدك لازم تستنزف حصانك وتطلع مخزونه دبل اللي موجود داخل التراك. اعتقد ان هذه خطه تف 3 مشت وحكموا فيها ونالوا الشرف ونالوا بعد الفوز المركز الاول والثاني وعندك الرابع، هذا مش بسيط اعتقد فيه. يعني دائما نحن نعرف يعني انت استبل واحد وعندك من الاول للعاشر يعني عندك المراكز هذه اعتقد كفوا ووفوا وكلهم بيضوي، حتى البراري اليوم نافس بكل يعني شراسه وعندك سح السلم اللي دائما متعودين عليهم نحن نقول لها اف 3 ما نتكلم عنها او ام 7، بس هذيلا بعد نشيد لهم دائما يكونوا كل سباق موجودين ويروحون بهالسرعات بهالقوه، انا اقول بيض الله ويوهم. وشفنا نحن المراكز الاولى اللي عند اف 3 كانت اف 3 مسيطره شبه مسيطره، المركز الاول والثاني والرابع يعني مو بشويه بالنسبه لهم، انا اقول بيض الله ويوهكم ما قصرتوا. وام 7 هذه الاكتشاف اللي موجود اكتشاف مش سهل، اكتشاف اليوم انت عندك مهرجان كامل يعني عندك الفرسات وعندك 160، انا اعتقد انك انت يبالك يعني يبالك مخزون خيل اكثر واكثر. انا اقول الله يوفقكم وان شاء الله نشوفهم في الفرسات يعني التعويض اللي موجود. على فكره احنا عندنا مشكله فنيه في المرحله الرابعه، مش عارفه هم عندهم مشكله مش عارفين يلاقوا المرحله الرابعه، لكن ما يقدروا يشوفونها لان الكتله اللي صايره طلعوا احنا مش لاقيين المواد يعني تعرف احنا مش لاقيين المرحله الرابعه اصلا.
على العموم خلينا نشوف التقرير الخاص بهذا الموسم ونرجع نتكلم على أو خلينا نشوف أحسن لقاء مع الفائزين ونشوف هيلاقوا المرحلة الرابعة ولا لا. شوف اللقاء الخاص مع الفائزين في السباق ماذا قالت الفارسات عن مراحل اليوم الأربع وماذا قال أيضا المدربين عن هذه المراحل التي تعد بداية للمهرجان. نبارك لصبلات F3 على فوزهم اليوم في مهرجان سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد. The challenge was arrive to the group, you know, and then start to go slow, slow, slow until the finish line without make him tired, you know, so he can reach with the power. المرحلة الأخيرة انطلقن عدد كبير من الخيل والفارق بسيطة واللي يحكم في النهاية الأقوى والأجدر. السباق صراحة كان وايد صعب سريع من أسرع السباقات تقريبا. The race start very slow like we think the race will be like more speed in the first third loop but we go like not too much speed but last loop full speed. السباق اليوم الجو حار صراحة يعني من يعني من يعني تقول بدأ الصيف من هالسباق اليوم. M7 and F3 and all this stable always we have a good horse and big group with number big number of group the horses so always is the challenge but the last loop was very strong really. المرحلة الأخيرة هي أقوى مرحلة وأصعب مرحلة لأن خلاص الخيل تبدأ تتفلتر السرعات تزيد ومثل ما قلت البقاء للأفضل. I'm so happy because this horse first time riding in this speed here so he did amazing. مركز ثالث هذا بالعكس هذا مش طموح صبلة M7 ولا نقول إن ناموس لهالمركز لا نحن طموحنا دائما المركز الأول واليوم خذوا اللقب صبلة F3 ويستاهلون. للصبلات F3 ولسمو الشيخ حمدان بن محمد على هذه الانطلاقة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نعتذر طبعا عن عدم وجود المرحلة الرابعة لكن هنشوف حل. عموما كان أداء قوي من الصبلات F3 وكان قتالي من الصبلات M7 وكأن المهرجان هيكون ضغوطات من البداية. انتوا عارفين حتى الفايز بيعتبر عليه ضغوطات ان هو حابب ان هو يستكمل مسيرة النجاح في بقية المهرجان بالمركز الأول ومن صعد بدون المركز الأول عليه ضغوطات بضرورة التعويض السريع في أيام المهرجان. وعلى فكرة لو سمعتوا لقاءات اليوم الخاصة بالاسطبلات الخاصة ترشيحات الاسطبلات الخاصة بروز F3 جعل هناك أيضا قلب للطاولة في الترشيحات الخاصة بالاسطبلات الخاصة. مش عارفة صح؟ مفروض سماح مفروض اللي يحصل ترى كل سباق يعكس سباق السباق اليوم يعكس مدى جاهزية اللي بيكون صراحة الصبل زعبيل من الصبلات اللي تترشح أكثر الناس يعني هم دائما هاي كتيم واحد يعني كناس قراب عن بعض تحس إنه الأمور متقاربة بينهم فالناس تربط الأحداث مثل موجود الصبلات M7 مع SS التقارب يربط الأحداث أكيد الموضوع بيجلب بيقول الناس كلها بتروح مع أسطبل زعبيل. اليوم شفناها اللي حصل في سباق البنات فيول F3
وصلت للمرحله الاخيره وركبالي هو اللي حسم من قبل السباق هو حسم من قبل الريل هو حسم السباق الحصان اللي مركز ثاني ما طلبوا منه حفاظ محافظه على الحصان اللي قدامه لان دائما هذا الحصان لما يدخل فيه مشاده ما ينزل في المرحله الاخيره فحافظوا عليه فالمحافظه على الحصان الاول والحصان اللي كان بالمخزون اللي كان الحصان اللي مركز ثاني يعطي انطباع ايجابي حق المنافسين في السباق بكره اكثر الناس بتروح على اسطبل زعبيل بترشحه بحكم الاداء اللي يبين في السباقات الاخرى. عموما خلينا نشوف مع بعض اللقاءات الخاصه ما هي الرؤيه العامه خلال هذا المهرجان؟ يعني احنا بعد فوز اليوم ما هي التوقعات؟ وعلى فكره كنت عامله اللقاءات قبل الفوز يعني من بدايه اليوم وحتى المرحله اللي احنا اتكلمنا عنها المرحله الرابعه اتكلمنا عنها بس من غير صوره لكن جاهز ايه؟ هو التقرير نشوف مع بعض التقرير الخاص بما هي التوقعات الخاصة بسباقات المهرجان القادمة سواء الأفراس أو السباق الرئيسي في 160 مش عارفة هتتفقوا مع هذه التوقعات أم لا هنشوف حتى المحللين بالتأكيد هيكون لهم رأي. باكر سباق قوي يحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتكون منافسة قوية بين الاسطبلات الكبيرة وهي الاسطبلات المعروفة اللي هي مثل اس اس زعبيل الكمدة اتوقع بتكون هاي المنافسة قوية بينهم. ارشح باكر زعبيل برشح بكره زعبيل ان شاء الله اس اس انا ارشح اس اس باكر بيكون سباق قوي كل الاسطبلات مجهزة من خيرة الخيول حق السباق مهرجان غالي علينا. الفريق كله نايم. طب ممكن نشوف التقرير الخاص بالترشيحات هم استعجلوا شوية علينا وحطوا لنا ترشيحات بكرة نشوف التقرير الخاص بترشيحات سباقات المهرجان. تعتبر المهرجانات واحدة من الصعوبات التي يواجهها المدرب في موسم سباقات القدرة عليه في سباقات المهرجان وأن يظهر بالتشكيل الصح في السباق الصح وإلا لام نفسه قبل أن يلومه الآخرون في المهرجان. أيضاً عليك بتدارك الخسائر سريعاً إذ ما حلت وأن تتعامل مع كل سباق على حدة سواء بإخفاقاته أو حتى بنجاحاته. وبالتالي نفتح هذا المهرجان بسؤال من هو الاسطبل الأكثر ضغوطات؟ عندي لك هدية بس أنا هديها لك وخدها تاني. أوكي. خلاص؟ طب غمض عينك تعال هات إيدك افتح إيدك أنا أحطها وتوقع إيه هي؟ ما لا ها شو تتوقع؟ هذي؟ إيه؟ هو شعار بس ما اعرف شعار شنو. انت نفسك في شعار ايه؟ شعار عليه صورة الشيخ محمد. اوه اوه لا لا استنى اعطيني استنى ما برد لك لا اخذه منك يعني تبارك بيه شوي ورجعه. اوف شرف لي طالع. شفت شفت يلا تفضل ها يلا اعطيني اياها ما بردها ما بتردها شفت انا انت شفتها؟ شفتها؟ لا ليه؟ هاي ما تعطينا حتى لو مره حتى لو مره ما لا نشوفها انا كريمه محمد. انت تتوقع ولا نفسك والله نفسي لا ومش عايزه اشوفك بكيس احمر بعد كيف تتمشى في القريه انت عينك رازق في السماء والحاصل في الارض. الله هذه كان من احلى الهدايا. ها هديه غاليه عندي وايد. يلا حطها على كده والبسها بس زي ما اتفقنا اخدها منك بعد ما اخلص. ليش شو اللي ليش الحين انت لو عندك حاجة قيمة تديها ايه رأيك؟ اوه حرجتيني. ها شفت بقى حلوة اصورك؟ ايه رأيك؟ شكرا ببعتها لك.
نظارتك وقعت شفت؟ خلي النظارة الشعار موجود. ايه خلي الشعار ايه. وبعدين اللي يلبس الشعار يعترف. ايه نعم اكيد. فخلاص انت دلوقتي هتعترف. تفضلي. مين الاسطبل الاكثر ضغوطات هالمهرجان؟ ما اعتقد في ضغط على حد. كل من اخذ نصيبه تقريبا في هالموسم. ما اشوف انا اي مدرب مطلوب منه اي شيء، بالعكس انا جميع المدربين اشوفهم ادين اداء وايد ممتاز هذا الموسم. عندك اول اسطبل مسفن لازم يفوز، واسطبل فثري لازم يفوز، واسطبل جميره لازم يفوز. خلينا نرد على فثري وجميره ومسفن هالثلاث، هاي ارضيتهم. فهذين مضغوطين. هذين ارضيتهم، لا تقولي لي بيجي مسطبل الريف ولا بالمغاوير يعني نو no تشانس، يعني هاي ارضيتهم. ما بلا شك ان كل انسان يبي يفوز في هالمهرجان، لو سباق واحد يركب منصه اقل شيء. ما في ضغوطات، محمد اخذ نصيبه فاز، يمكن ما فاز في سباقات كبيره صراحه، يعني كاس ريس الدول والعيد الوطني وبعض السباقات وكاس محمد الشيخ محمد بن زايد، بعد الفرصه موجوده عنده في هالمهرجان، لكن مو بالضغوطات، الضغوطات اللي تخليه يعني مضغوط وايد انا ما اعتقد. في حال ممكن حد يسيطر على القاب المهرجان، ولا انت شايف ان اداء الاسطبلات خلال الموسم ما راح يعطي فرصه ان حد يسيطر على المنصه؟ ما اعتقد حد يسيطر، لان شوفي حتى الاسطبلات اللي اليوم بعدين المهرجان، الاسطبلات اللي قدام كلها مرشحه. اي نعم ممكن الباقيين يكونوا كومبارس. ما لازم، لا ممكن كومبارس بيحاولون، ولكن ممكن في اسطبل من الاسطبلات الكبيره تحتكر تحتكر المهرجان بشكل كامل. بجد؟ اي نعم. لا 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 لا، كله بتلقين متدربين مختلفين. هتكون زي لعبه الكراسي. ايه بتكون لعبه الكراسي. أكثر من سيكون مضغوط في مهرجان محمد بن راشد هو بالفعل M7. صحيح أن الإسطبل قدم أفضل مواسمه حتى الآن، لكن مهرجان محمد بن راشد غير. المكتسبات السابقة في كفة، وأدائي في هذا المهرجان في كفة أخرى. ختام الموسم بألقاب المهرجان المميزة سيعني الكثير لكل منتم لهذا الإسطبل، لكنهم في المقابل يعرفون أن المهمة لن تكون سهلة. يعتبر الموسم ده أفضل مواسم M7؟ لا موسم مختلف بالنسبة لهم، أفضل من بقية المواسم، لكن نتمنى منه المزيد. لازم المهرجان ينتهي، المهرجان بعدين نحدد. إذا لا قدر الله ما فاز شيء من المهرجان ما راح يكون أفضل، لأنه الموسم الفات أعتقد أخذ تقريبا المهرجان. خلينا نرجع السباقات اللي يعني كل السباقات خذها، ما حس يعني ما حصل الظروف في بعض السباقات اللي ما أخذها، بعض السباقات ما أخذها يعني ما نعرف شو ظروف الإسطبل، بس كل السباقات أخذها يعني ما أقلم السباقات اللي موجودة في مدينة دبي القريرية ما أخذنا كاملة. إيه نقاط القوة اللي أنت تقولي أنا كمدرب شفتها في M7 هالموسم؟ كل بوكس في الإسطبل، لو قلتي لي 100 إسطبل عنده 100 بوكس بيكون في 100 بطل صراحة، لأن M7 ما يدخل أي خيل في الإسطبل. قوة القلب. يعني نقاط القوة عند M7 هي الريكفري؟ قوي، عندهم الريكفري وقوي، قاعد نشوف احنا ريكفري مال خيلهم وايد قوي. طب لو انت مكان محمد السبوسي تقول لي انا الموسم الجاي بشتغل على، او هاي بتكون النقاط اللي انا بشتغل عليها؟ الساوند والخيل. الخيل تكون ساوند؟ اي نعم. بس ولا في شيء تاني؟ لا هذا اللي يمكن ينقصه. لا لا لا، خيل زينه وما فيها شيء، كل الريكفري زينه والكونديشن مال زين وكلهم زين الصراحه، ما نشوف شيء يعني. يمكن النقاط اللي انا فكرت فيها اخوي محمد دائما شغال عليها صراحه، اللي هي دائما يجهز خيوله لافضل السباقات، لاكبر السباقات، ودائما يحاول يجيب خيوله الافضل يجهزها بافضل حاله. ولا سباق يروح عليه، ولا سباق في اي مكان في العالم. ليه الباقيين هيروحوا فين؟ يعتزلوا؟ ولو يعتزلوا، بس اللي انا تكلمت منظومه، خلينا نتكلم المنافس الحقيقي اللي مسافر وين؟ F3. اوكي، والمنافس الثالث وين؟ MRM. والرابع الوثبه. يعني خلينا نيجي على F3، على شو التجديد عندهم؟ تجديد ماشي، تجديد الخيل نفسها ايه ترجع، تجديد ماشي. لازم يتداركوها للموسم الجاي. لازم تجديد، لازم ايه لازم تجديد. استبل ما في تجديد ما في نتائج، خلاص يصير دروب.
صعوبة المهمة التي ستواجه M7 ستكون من قطبين رئيسيين هما MRM وF3، والأكثر من سيصعب المهمة هو بلا شك استبل F3. الاستبل قد يكون هذه هي فرصته للرد على خسارته للسباق الرئيسي في مهرجان ولي العهد، لكن هل ستنتظر F3 للسباق الرئيسي أم ستباشر منذ البداية؟ وحدها المنصات ستكشف لنا عن مخططات F3 التي سيعوضها بالتأكيد الألقاب في مهرجان محمد بن راشد عن السباقات التي كانت في السابق مكتسبات له. F3 خسرت مهرجان ولي العهد السباق الرئيسي، صحيح. هل دي فرصتها ان هي تفوز بالسباق الرئيسي في مهرجان الشيخ محمد؟ F3 فريق قوي وما يستهان فيه، لا يعني F3 غابوا قوسين كان بيجيب كاس رئيس الدوله، ثانيتين فقط يعني جاب لك حصان، ثانيتين بينه وبين الاول في كاس رئيس الدوله، ثانيتين فريق قوي. بس انا اقول اذا ما تكون انت عندك خيول ثانيه متجدده ما بتسبق. F3 المفروض مطلوب منها ايه في مهرجان محمد بن راشد؟ شوفي F3 عودتنا في المواسم اللي فات كانت تشل بعض السباقات الكبيره ولها نصيب الاسد، السنه هاي يمكن شويه مو بنفس السنين اللي مضت. مغارب حق اسطبل M7، ولكن انا اشوف اسطبل F3 اللي ينقصه الخيل، لان السنين اللي طافت استنزف خيل كثيره حسب السرعات اللي شفناها، ولكن موجود لحد الان موجود في من قائمه المنافسين، واسطبل كبير ما راح يتنازل عن المنصات. مش هيقدروا على 160 في كاس الشيخ محمد؟ انا اشوف الكفه ماشيه على مسافر، مش هيقدروا، بس انا اشوف الكفه ماشيه، مش مجامله بس انا اشوف الكفه ماشيه. بس هم كانوا اقرب لكاس رئيس الدوله من M7. كاس رئيس الدوله الحصان اللي ركض هذا صار له سنتين ما ركض، يعني ما جدد للحين. المهرجان موجود، إذا فرصتهم إذا حصلوا على بعض السباقات أو السباق الكبير بيكون عوضوا ما انتهى من الموسم. يعني هتمارس F3 ضغوطات على M7 في هالمهرجان؟ أكيد وبشراسة. ما راح محمد مثلا، أنا أقولها لك كل أمنية كل مدرب أنه يحتكر المهرجان، والله يحتكر السباقات الكبيرة. يمكن محمد بيكون مضغوط أكثر في هذا المهرجان، ولكن F3 ما راح يتنازلون بشكل بسيط. ولو فازوا في المهرجان هيكون رد على ولي العهد ولا لأ؟ لا، ما فيها سالفة رد، هذه منافسة شريفة. ولكن تخذت مهرجان ولي العهد، احنا خذنا مهرجان كاس سمو الشيخ محمد الله يحفظه، تكون منافسة جميلة. اللي ابتسامة العريضة هتنكد على المشاهدين دلوقتي. لا المشاهدين يعرفون، ما يحتاج أنا أوضح لهم مسألة. المشاهدين يعرفون هذه استبلات كبيرة، كل من تطمح باللغب وكل من تطمح بالكاس. F3 هل خسارتها في مهرجان ولي العهد، تعرف خسر السباق الرئيسي في مهرجان ولي العهد، ممكن يخليهم يركزوا في أي سباق؟ يعني أنت لو مكان خليفة تقول لي أنا في مهرجان محمد براشد بركز على شوفي. أكيد بعد ما خسر سباق رئيسي، سباقات الرئيسية في هالموسم تقريبا مو بس ولي العهد أكيد بيركز أكثر شيء على هو، لأنه هو الأهم في هالمهرجان. وين الأهم؟ السباق الرئيسي هو الأهم، فأكيد هو بيركز هناك. إذا فاز كاس سيدي الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، هو سوى نتيجة يعني ممتازة. لو إحنا فكرنا إن F3 بتردها لـ M7، فكر F3 ما يفكرون، ها ينفذون. عندهم مقومات التنفيذ؟ عندهم. احنا صحيح قلنا استنزفوا الخيول الاسماء المعروفه على مدار 3-4 سنين، ولكن F3 ما بيحضر لك سباق الا ذخيرته موجوده. على الجانب الآخر يا مريم، فهناك احتمالين أمام هذا الاسطبل، إما المبادرة بالهجوم قبل 160 أو أنها ستدخر ما لديها من صبر للسباق الكبير، باعتبار أن الاسطبل يتميز بخبرته في 160، لكنه لن يضمن مفاجآت الآخرين وماذا أعد من زاد للمسافات الطويلة، وبالتالي من الأفضل وأن يبدأ بالهجوم المبكر دون الاعتماد فقط على السباق الرئيسي.
إسماعيل محمد مش مفهومة. فعلاً ما مفهوم، لكن أنا بقول الشيء بدأ الموسم قوي قوي قوي؟ قاعد يجهز للسنين الجاية. يمكن كانت فترة من الفترات خيول جاهزة ومسوي نتائج عالية، رجع الحين بعض الخيول. صح أنه بدأ الموسم شوي قوي بعد شوي تراجع، لكن فاز في سباق مهم جداً في العيد الوطني. بعدين أخوي إسماعيل حتى لو بطلع صح أنه يمكن مرة فاز وما قدر يفوز أكثر مرة واحدة سباق واحد صح؟ لكن دائما موجود ومنافس، وهاي الخيل اللي تشوفينها منافسة انت اللي بتطالعينها ترى هي تقريبا جديدة على السباقات، ما اخذت وقتها الكافي يعني عشان انت تقدر تنافس بقوة وتفوز، فتبي لها وقت اكثر. اسماعيل اكتفى بكاس عيد الوطن. معقولة؟ اكتفى فيه بس خلاص؟ اكتفى فيه يعني انا اشوف كذي. انت لو مكانه تكتفي؟ والله في ظل الظروف هاي هي ممكن. ايه طبعا اليوم الوطني. ايه والله كاس عيد الوطني. ايه كاس قوي. كبار ما خدهوش. انت تتكلمين بمعدل 18 الى 17 خيل بطل سابق في المنصة. اسماعيل سبقهم، حصان اسماعيل سبقهم، فهي تكفي. تكفي خلاص. انت اليوم يعني يقول لك رمد العين ولا عماها، هو يعني وصل نقطة معينة خلاص. يعني هو داخل سباق ال 160 كاس الشيخ محمد بن راشد، انت تحطه مرشح اول ثاني ثالث؟ والله ما عرفت خيول للحين، لكن اسماعيل دائما في السباقات اداء الموسم ما راح يعطيك انعكاس، لكن دائما اخوي اسماعيل في السباقات الكبيره دائما هو الاولويه صراحه. دائما انت مرشح اول في 160؟ لا ما حطي مرشح اول لان ما عارف خيول شو اللي عند الخيول، عرفتي وشو الخيول اللي عند السيفن ولا الافتري ولا الاسطبلات الثانيه. اسماعيل في 160 اداء افضل من 120. لا ما اعتقد، حسب الخيل، حسب الخيل. إذا عنده خيل خبرة إسماعيل تخليه أنه يكون أكيد هو الأفضل. أنت لو مكانه تعمل هجوم ولا دفاع؟ إسماعيل ما أعتقد دفاع، دائما هجوم ما شاء الله عليه. مارم بيكون هجوم قوي منافس شرس لآخر نفس. لا 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 بينقلب بينقلب بينقلب. وأنا صريح والله. أنت عارف الخيول اللي رايحة طيب عشان لا لا, لا أنا عارف. أنا يعني ما بقول لك إنه إحنا يأخذ كلامي لا إحنا بنحاول نحلل المطاط. لا أنا الصراحة مسافر طب الكاس هذا وبتدريب الكاس. إسماعيل خلينا شوي في دبي نتائج متواضعة. هل أداء الاسطبلات الثلاثة اللي إحنا اتكلمنا عليهم M7 F3 MRM في كاس رئيس الدولة في 160 يطمنك عليهم في السباق الرئيسي في 160 في كاس الشيخ محمد، ولا تكون قلقان عليهم؟ لا يطمني. اللي شفنا الاسطبل اللي متذبذ بأدائه في مسافة 160 اسطبلات M7، ولكن اسطبل مارن موجود أدائه ثابت، اسطبلات F3 أدائها ثابت. ممكن يكون في مفاجآت في 160 اللي جاية ولا صعب؟ صعب تطلع من الثلاث اسطبلات صراحة. أنا أتوقع يعني ما بيكون سهل. يعني أحلام سلمان ممكن تتكرر تاني، سيح السلم سالم يافور ممكن، ولا جدا بيكون صعب لأنه كله عايز يختم الموسم. عندنا اسطبل سيح السلم برز في الوثبة وبرز في بوذيب، قد يخسر بس يخسر بالشانس، ما بيخسر يعني بدون شانس، يخسر بالحظ، يخسر بالحظ، ما بيفوز بالحظ، يخسر بالحظ. قرية دبي تفرق عن قرية الوثبة بمليون درجة. من أي ناحية؟ من ناحية عوامل كثيرة، بس أنا أشوف هني الاسطبلات مثل ما هي، اللي هو اسطبل M7 F3 MRM، مع احترامي حق الاسطبلات الثانية هم اللي بيكونون موجودين في المنافسة لنمط أخير. M7 F3 هذا لا تتكلم عليهم من المفروض ياخذ ولا ما، هذا خلاص هذا مفروغ من الكلام. يعني الاسطبلات الأخرى هي اللي تحاول تاخذ منهم، ما بهم ياخذوا من الاسطبلات الاخرى. ينفع اقول لك ان غانم ممكن يكون مرشح اقوى من اسماعيل محمد في 160؟ لا في سباقات المهرجان بشكل عام، مش في 160. اي نعم اي نعم، اداء هذه السنه بالعكس يستحق انه يكون افضل من اداء اسماعيل محمد في 120، وافضل من خليفه غانم في 120، وافضل من خليفه. اي لانه بالمساعدات اللي بيعملها لهم كان ممكن هو يفوز سباق كثير صح؟ اي المساعدات افريوير يعني. اي دونت سبيك انجلش. شو قصدك بافريوير؟ عندك حاجه تساعدنا بيها طيب؟ ما يحتاج، الجمهور كله يعرف. لا مش افضل. ليه؟ مش افضل لا. مرتين صار طالع منصه. في تفاهم بالفريق بينهم، ما في افضل، ما شي افضل، هم بروحهم فريق واحد، يعني فريق واحد. والله الله يطول عمر الشيخ حمدان بن محمد يعني. بس حتى الشيخ حمدان بن محمد بيحب التنافس. يحب التنافس بس يعني
الريس اللي طافني اللي سبق في جميرة مسكولة كيف يعني؟ خفوا عني يعني شوية يعني خلينا نشوف خلينا نقول المدرب مثلا عندك مدرب سعيد المر برز السنه ولا ما برز؟ برز صح ولا لا؟ حقق نتائج بس يعني نتائج متواضعة خلاف ذلك الصبلات أخرى ما حققت نفس اللي سوى سعيد بمعناته عنده تصاعد سيح السلام عنده تصاعد أنت عارف كأس رئيس الدولة كان فيه مفاجآت هي ممكن المفاجآت تتكرر في 160 ولا فيش فرصة يعني زي ما أنت قلت سيح السلام البوادي جميرة دول لا. بوادي خلاص حطيه بوادي حطيه في رف آخر خلاص بوادي خذ نتيجة نصيب الأسد طب الريف أمير لو مجهز حاجة هذا البطل اللي متوج يشكر أمير على طب البطل الغير متوج لا. عنده كمان هو فرصة هو عبدالله الحمادي ممكن موسم جاي السنة هاي أي رئيس يعني بيكون فرصة وين أي رئيس يعني هني هالرئيس لا بدأ يحلم كثير يعني ما أعتقد مين اللي بيحلم عمير 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 عبدالله وعمير وكده عبدالله يحاول بس عمير يحلم إذا هني في دبي يعني فعمير ما يحلم والله أنا أقول لك عمير قسم بالله سمعتي الرجل يقول لك نهاية رجل شجاع هذا الشجاع هذا نهاية استوت ما تتوج والله العظيم إذا في حصان عند عمير أو فرس ركضت في دبي ويابت نتيجة من توب الثري أنا بعطيك نتيجة لكن ما في حصان أو فرس أو عبد الله الحمادي عملها عبد الله الحمادي الفريق الوحيد اللي مستقيم نتائجه مستقيمة قد يهبط شوي لكن يرد يعوض انت نفسك في ايه في المهرجان اكيد نفسي افوز في الاربع سباقات من واليوم ما يبي يفوز إيه هاي رياضه ما فيها انت نفسك مفتوحه قوي لو سالتي كل مدرب يقول لك نفسي افوز في لا اديني نفس واقعي يعني اركب منصه بعض السباقات شيء ممتاز حيبسطك اكيد بلا شك الرجل هاي رجل مجتهد صراحه مثابر مجاهد مكافح كل كلمه يعني حق شخص رياضي هو يستحقها وأتمنى لك كل التوفيق. هتبع لو سمحت ال لا شو لا راح حاطه راح في القلب ما يطلع إيه خليه في القلب بس أعطوني ماديا لو سمحت شعر لو سمحت لو سمحت لا 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 تعمل نفسك مش واخد بالك لا تعمل أنا واخدة بالي على فكرة كانت هذه هي الرؤية العامة لما هو متوقع في المهرجان كلها كانت تصريحات وتوقعات ووحدها المنصة ستكشف لنا من هو الذي سيصعد عليها بمركزها المفضل المركز الأول كلام كان خفيف على الجميع بالتحليل داخل القرية خلينا نبتدي ناخد معاكم بسرعة ترشيحات الأفراس باكر للأفراس على طول لا بكلم على الأفراس عشان نختم صبلات الشيوخ ونتكلم عن بكرة بروح مع الفرس اللي إذا شاركت فرس طبلات وثبة بكون معاها وإذا ما شاركت بكون مع الأرزاك أوكي أنا بروح عند فرس أم سفن اللي فازت آخر مرة اللي كانوا بيودونها في كاس حمدان في الفرسات بس جابوها داخل لرزك 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 نفس اللي بروح عندها يعني انت متفق مع عمير نعم طب مين الفرس اللي نفسك تشوفها يا حسن والله انا بالهبايب هاي نفسك الهبايب طب عندك معلومات ان هي جايه الله يعلم والله ما عندي يعني بس ودنا نشوفها الحين ما نعرف شو الانتر جاي فانت ودك تشوفها نعم ودك تشوف مين؟ سفاري موجود هالثنتين وتزانيا اوكي يعني معظم الترشيحات انسفن للأفراس فلورا بعد إذا شاركها الأربع سماح هذا اللي أنا طريت لك إياها الوثبة أنا ما أعرفش هيتشارك ولا لا أنت سامع أن هم هيشاركوا هو ساكر يوم عبد الله قالنا أنه في إذا كانت الفرس أكثر مؤشر جدا إيجابي أنه يشاركوا فلسه مش متأكدين ما أعطانا أجرين بس مع الأرض 160 من أقرب لل 160 والله سماح أنت تسألين أسئلة يعني أنا عارف أنه ما عندناش الخيول ما عندناش حاجة باللي شفناه النهاردة لا لا اليوم بعد أصبري توت وثقي حتى أنت حط خطوة واحدة حط الخطوه الثانيه فوق وبعدين شوفي طلعي وشوفي يعني بعد الافراس اسالك تقدر اشوف على 160 نعم ان شاء الله طيب خلاص سيف انا ارشح اسطبلين هنا اللي بيكون مصيف يعني اصلا ما شيء غير لا هو استثنى اسطبل
لا الاسطبلين هذيله في 3 ام 7. طب عمير ربيعكم يا جماعه عمير استنزف طاقته كامل. شو يقول لك راشد الدربي شو قال؟ نهايه الاسد ولا نهايه شو؟ رجل شجاع. الرجل الشجاع مش عارفه نهايه في كاس رئيس الدوله يمكن ختم الموسم. لا والله ادى صراحه كاس رئيس الدوله ادى قوي. طب يعني شايفين لي امكانيه في السباق رئيس؟ ما يقدر يلعب لو كان يجيب هذيك. نعم في حال وجود نسخه. نسخه اذا عنده هو شيء داس نفسه. وجه السؤال انت أعمير شيء عندك شيء درس؟ لا مثل ليفلها لا. ترشح نفسك؟ لا أرشح فثري. ترشح فثري لل 160. أوكي ننتقل لترشيحات بكرة. على فكرة في الأبليكيشن ترشيحات بكرة خلاص طلعت. الكمدة كمدة متصدرة الترشيحات في وجود طنطاوي. سماح الإحصان اللي هو كميل اللي أنا في السباق في أول موسم حصل على مركز ثالث في كأس سيد سمو الشيخ حمدان محمد. الإحصان سماح خليناهم حق السباقات الكلاسيكية تقريبا اللي ركبة ليلى. نعم هذا كميل سماح الإحصان يستاهل أنه يترشح. الإحصان شفناه في ذاك المحفل كان أداء يعني طيب لكن ما سعفه نبضات القلب لأنه كانت الكل يعرف كان وجود أمطار فأكثر الخيل ما كانت يعني ما أخذ حقها. الكمدة في حاجة لللقب بكرة صح؟ صحيح لأن سماح متعودين إحنا في كل موسم يأخذ لقب كبير فهو محتاج على اللقب بكرة. اللي بيكون خطير عليه يعني أغلب الظن حصان اللي منتقل من صبلات الرمك إلى صبلات زعبيل والحصان الطنطاوي إذا سوى ركبري من السباق يطار. يعني إذا سوى ركبري الطنطاوي صراحة ما له بيكون منافس. يعني هي بين الثلاثة 100%. أنا بروح بس أنا برتبها بطريقة ثانية. رتبها. أنا بروح على الطنطاوي رقم واحد. إيه نعم. وبعدها الحصان عند زعبيل. أعتقد هذا حصان بيتبدل عند زعبيل بيكون اختلاف كلي. هيكون أقوى. نعم أكيد بيكون. بعد الكمدة. سماح يمكن إحنا اتفقنا تحت الهواء نسولف مع الشباب أن الطنطاوي إذا سوى ريكفري زين بعد السباق الأخير بيكون كارت صعب. وكذلك حصان اسطبلات زعبيل اللي منتقل ملكيته من الرمك هذا حصان قد حصل على المركز الثالث بداية الموسم أعتقد سماح بين هالخيلين وحصان الكمدة طبعا مرشح صامد يترشح على حصان زعبيل. يعني هو في الترشيحات جاي في مركز ثالث صامد ونعم لكن ما أتوقع يترشح حصان زعبيل أفضل منه. صامد هستريه حافل بالإنجازات وخذ نصيب الأسد خذه في سنين كثيرة. يستريح يعني ولا نكمل به؟ بيحاول بكرة بيحاول لكن أتوقع هذا انسلط أضواء الحصان الزعبيل أكثر. كل التوفيق للمشاركين غدا وكما هي العادة نختم بمصباح عمير. أقول ناموس السيدي سمو الشيخ حمدان محمد ناموس لفريق فثري المركز الأول والثاني والرابع والخامس. افتتاحية طيبة لقب الكل وده يظفر فيه فوز في مهرجان غالي على الجميع المشاركة بحد ذاتها هذا روح فوز ما بالك أنت سبق وإضافة نقاط إيجابية إلى سجلك أنك تأخذ مركز أول ومركز ثاني. ناموس الصبر الفثري ناموس للأربع الصبلات اللي خذوا التوب 10 اللي هو فثري أم 7 جميرة والبوادي. ناموس نبارك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطوف عمره. نبارك للاسطبل اف 3 بانجازات الحافله وخاصه عند مدربنا خليفه على الاول والثاني والرابع والخامس. هذه افتتاحيه تعطيك دافع قوي انك انت بعدك تكون في الفرسات في المهرجان باقي المهرجان ونقول لك كفيت ووفيت بيض الله وجهك. ونبارك لام 7 اخونا محمد السبوسي على ال 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 ما خلوها يعني بالسهل هي يعني تروح عنا نقول له بيض الله وجهك على الأداء. ونبارك لأخونا سيح السلم بعد سالم والبوادي والجميرة نقول لهم كفيتوا ووفيتوا وما قصرتوا. حسن ناموس طبعا سمح السيد اسمه الشيخ حمدان محمد على فوز اسطبلات F3 وكذلك مبارك لاسطبلات M7 حصولهم على المركز الثالث ونتمنى للي ما حالف الحظ في المراكز الجاية إن شاء الله التوفيق. كل التوفيق للمشاركين في سباق الغد سباق الاسطبلات الخاصة وبالتأكيد افتتاحية قوية من اسطبلات F3 كما ذكروا. أصبحت الترشيحات مقسمة بين M7 و F3 من واقع سباق اليوم لكن لا نعرف ما الذي ستحضره الاسطبلات الأخرى من مفاجآت. انتظرونا غدا 8:30 إن شاء الله. مع السلامة.